أخذ الحديث عن الأرقام ودلالاتها مساحة في دراسات الحضارات والديانات والاجتماع والسحر والفلك وغيرها، واختلط فيها التاريخي بالميتافيزيقي والحقيقة بالوهم. ما زالت طقوس 40 الميت وقصة علي بابا والأربعين حرامي والمثل المعروف يخلق من الشبه 40 تثير الكثيرين. الأساطير السومرية. قبل 8000 سنة كان الاسم المقدس للآلهة هو العدد 40، والمخلوق الأسطوري ثعبان السم طوله 40 ذراعاً. ويحكى في الحضارة البابلية أن العنقود النجمي الثريا اختفى 40 يوماً وراء الشمس، فحدثت فيضانات وعواصف. أما في الحضارة الفرعونية فإن الروح تظل في جسد الميت 40 يوماً ثم تفارقه. وفي الرواية الدينية لطوفان نوح تحديداً في سفر التكوين ذكر العدد 40 عدة مرات، وذكر أيضاً أن نبي الله يونس أنذر أهل نينوى بأن الخراب سيحل بعد 40 يوماً إن لم يتوبوا. وفي رواية جالوت وجنوده أنه تحدى بني إسرائيل في الحرب 40 يوماً قبل أن يهزمه داود عليه السلام، وقيل أن يعقوب بكى على ابنه يوسف 40 يوماً حتى أصيب بالعمى. يحكى أن موسى عليه السلام صام 40 يوماً عند الوحي والوصايا العشر، وأن عيسى عليه السلام صام 40 يوماً في الصحراء عندما بدأ رسالته في الأرض. أما في الإسلام والأربعين، عند بداية نزول الوحي كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وأيضاً كان عمر خديجة 40 سنة عندما تزوجت بمحمد. كتب الإمام النووي كتاب الأربعين النووية وفيه اختار 40 حديث. أما عند الصوفية هنالك 40 درجة تفصل بين الله والبشر حسب فلسفة شمس الدين التبريزي، وهنالك اعتكاف 40 لغرض قضاء الحاجة وقراءة سورة الإخلاص 40 صباحاً والدعاء 40 مؤمناً. ومن الزيارات المستحبة لدى الشيعة زيارة اليوم 40 من استشهاد الحسين بن علي عليه السلام. لذلك فإننا نستطيع إرجاع دلالات الأرقام إلى 3 جذور. أرقام جاءت بطبيعتها مثل ملك داود على بني إسرائيل 40 عاماً. يحكي البعض بأن الرقم 40 مكون من 4 عشرات، والرقم 10 مثل الرقم 7 يعد كمال الكمال. جذر امتد من أحداث عمرها 6000 سنة ارتبطت بطقوس معينة قديمة في حضارة حوض النيل واستمرت حتى وقتنا الحاضر مثل 40 الميت. جذر امتد من أحداث ارتبطت بمعتقدات وثنية وطقوس عمرها أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد في حضارة بلاد الرافدين، ثم انتقلت إلى فلسطين في الكتب اليهودية التي بين أيدينا، ومنها تسربت إلى الأناجيل وإلى الإسرائيليات في التفاسير والقصص في عصر الإسلام. أما الجذر الفرعوني فقد ابتكر قدماء المصريين فن التحنيط بحفظ جثث الموتى لتبقى سليمة لفترات طويلة، وتستمر عملية التحنيط 40 يوماً يصبح بعدها الميت جاهزاً للعبور والمحاكمة. كذلك اليهود تأثروا بعادة 40، ففي التوراة أن يوسف عندما توفي والده يعقوب أمر الأطباء المصريين بتحنيط جثمانه، وأن عملية التحنيط استمرت 40 يوماً. أما بالنسبة للكنيسة القبطية فقد انتقل إليها مفهوم 40 من قيامة المسيح حتى الموت وبقائه في الأرض 40 يوماً قبل الصعود، ولذلك يجري عند الأقباط قداس جنازي 40 لتثبيت إيمان الأقباط بالحياة بعد الموت. ويحكى في بعض بيئاتنا الشعبية أن المرأة التي تلد وهي النفاس يبقى قبرها مفتوحاً عند ولادتها ويغلق بعد 40 يوماً.